شوف هذا التقرير مالك استاذ عدنان، لو يجلس اليوم بعد ما تنتهي الحلقه يجلس رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني ووزيرة الماليه طيب سامي والسيد عبد الامير الشمري وزير الداخليه ويسمعون هذا التقرير ويشكلون لجنه لمده 72 ساعه لتفصيخ تفصيل هذا التقرير خلال 10 ايام موضوع المنافذ الحدوديه ينتهي. للعلم 60% من الغلاء وصعود الدولار والمواد والبضائع اللي موجودة بالعراق هي بسبب الفساد اللي موجود بالمنافذ الحدودية. راح أعطيك نبذة بسيطة جدا. عمر الوائلي اللي وسط مدير هيئة المنافذ الحدودية هذا بوقت الكاظمي راح الكاظمي قدم له تقرير. إيش قال له؟ هاي تعرف اكو بكل منفذ اكو قبان اللي هو ميزان يوزن سيارات الشاحنات، كان اكو في التسعيره على كل طن 10,000 دينار، يعني السياره شايله 30 طن تاجرها يدفع 10,000 على هذا القبان. راح قدم تقرير للكاظمي على اساس الكاظمي هالقد يفتهم ايه، فقال له يابا التجار يعني خطيه ينضرون، وهاي 300,000 اللي مال 30 طن كل شاحنه ناخذها من التاجر اتاثر على البضاعه وعصعد الماده على المواطن العراقي، فخلي نشيلها ونعملها 5,000 دينار، السياره كلها ب 5,000، مو الطن ب 5,000، السياره كلها ب 5,000. فوافق له الكاظمي. من هاي يقيس استاذ عدنان، شوف كل التهريب من الدولار صعودا، طبعا الدولار مو فقط يتهرب على المنافذ البريه ولا فقط على المنافذ البحريه، ومثل ما قال استاذ علي الشرهان رزم وهاي الامور، لا لا لا، المطارات اكثر تهريب للدولار من العراق وعبر مطار بغداد، وهم هو عمر الوائلي مسؤول عليه، هم عمر الوائلي مسؤول على هذا الموضوع. ولعلمك الدولار يتهرب من مطار بغداد بالاسكيبات مو بالشنطات، بالاسكيبات.